قدسية. والله مباراة صعبة. أشوف الفريق يعني العربي عنده شباب، عنده ناشئين صغار ودهم يلعبون، ودهم يثبتون وجودهم، إضافة إلى القادسية. القادسية فريق عنده نجوم، عنده لاعبين مميزين. فأنا أعتقد مباراة راح تكون يعني متكافئة بين الفريقين، اللي طبعا يبذل مجهود أكثر، وهذا الفوز راح يكون من حليفة. نقدر نقول في المباراة دي اللي يكسب المباراة دي هتكون دافع إنه يكسب الدوري؟ أكيد، لأنك أنت راح تزيح عنك عقبة كبيرة. لأن إذا أنت تبي تفوز بالدوري لازم تفوز على الفرق اللي تنافس على الدوري، مثل القادسية، الكويت، السالمية، كاظمة، يعني هذه الفرق. مع احترامي طبعا حق الفرق، السنة نشوف النصر داش بالمعمعة كذلك، فهذه الفرق لازم أنت تفوز عليها على أساس أنت تتصدر. ما يصير تخسر نقاط بعدين تي تبي تلاحق نفسك ما تقدر. يعني اسهم مين اقوى للفوز في المباراه الجايه؟ ان شاء الله العربي. توقعاتك مثلا نتيجه كم لو اقول لك توقع نتيجه رقميه؟ هي في علم الغيب لكن مجرد توقعات شخصيه. اتوقع 2-1. مين يسجل العربي؟ وي وايد ايش دراني من اشوف. اعتقد عدي راح يسجل هدف زين، كونه بعد كان لاعب بالقادسيه قاعد يسجل، يعني مباراتين سجل فيهم هدفين، ما ثلاثة أهداف أعتقد، وأعتقد السنوسي ممكن يسجل. شايف السنوسي بقدم موسم لا لاعب مميز ومكسب للأمانة للفريق. يعني حتى لاحظ المباريات اللي ما يلعب فيها الهادي السنوسي تشوف وضع الفريق خاصة من الناحية الهجومية مش كويس.